نانسي عجرم كان عندها حفلة في دبي وكان جوزها وبناتها موجودين معاها، وده أكتر ما لفت انتباه الصحافة اللي كانت بتغطي الحفلة. قابلنا نانسي اللي كلمتنا عن جديدها وكمان عن مشاركتها خلال شهر رمضان. نانسي بلوك فريش وكان فستانها باللون الأسود وهو اللون المفضل عند نانسي، ولكن لم تظهر عليها أي علامات تؤكد إشاعة حملها. نانسي اسم الله بناتك موجودين، كتير إشاعات على السوشيال ميديا من الفانس اللي بيحبوك منك حامل. لكن حبينا نعرف أي جندر بتفضل نانسي أنه ينضم لإيلا وميلا اللي تواجهوا مع والدهم بالحفل، لأنهم بالأساس كانوا موجودين بدبي لقضاء عطلة عائلية. يجيني بنت لحتى يصيروا ثلاث بنات، لأنه إذا أجيني صبي بصير بدي أفكر أنه أجيب له خي، فثلاث بنات بيتسلوا مع بعضهم. ومعاك هي الأغنية اللي طرحتها نانسي مؤخراً وحصلت على أكثر من 5 مليون مشاهدة في أقل من شهر، وظهر الفيديو كليب بشكل مختلف على اللي تعودنا عليه في كليبات نانسي. في قصة، في ستيل الديسكو الجديد علي، ما في إلا ما أقدم كل شيء جديد للناس اللي ناطريني، بحبوا أنه أنا نوع لهم بالكليبات باللوكس بالهيدا، فحبيت أقدم هذا لوكي اللي ولا مرة قدمت هذا نوع من الألوان والديسكو وال... أنا للحب كتير عطشانة، نفسي أحب وأقول أه. لكن نالت الأغنية أيضاً بعض الانتقادات وتوصفت بالجرأة بسبب الشورت اللي لبسته نانسي بالكليب. أنا ما بلاقي شيء غلط ولا شيء عيب، أنا اليوم لبسة شورت تحت الفستان وبإحساس جديد، من 10 سنين كنت لبسة شورت، من 11 سنة والشورت هو منه هو شورت، يعني لو ما في ناس بتلبس شورت و 100% من الناس بيلبسوا، 90% من الناس بيلبسوا شورت، ما كان وجد الشورت. ووضحت لنا ايضا وجهة نظرها في اللبس المحتشم. فيك تكوني محتشمه كلك بس تكوني سكسي يعني، وفيك تكوني لبسي شورت وتكوني كيوت، فهذا الكليب هو هيك يعني عم نفرجي لوك جديد لإلي.